نور صوفيا، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله. كنشكر بعدا الاخت عائشه على تفكراتني ما نساتنيش. نعم صوفيا تفضل. بغيت نقدم واحد الخبيزات بالزبيب والقرقع. نعم، خبيزات بالزبيب والقرقع. تفضلي. عندنا 300 غرام ديال الدقيق. 300 غرام ديال الدقيق. 100 غرام ديال الزبده. 100 غرام ديال الزبده. 100 غرام ديال القرقع. 100 غرام ديال القرقع. 100 غرام ديال الزبيب. 100 غرام ديال الزبيب. بيضه. بيضة. خمارة حمراء. خمارة. معلقة صغيرة خميرة معجونة. معلقة صغيرة خميرة معجونة. حامضة محكوكة. قشور ديال حامضة. وكاس الحليب صغير. كاس ديال الحليب صغير. وواحد ستة المعالق ديال سنيدة. ستة المعالق سنيدة. وشوية ديال الملحة. وشوية ديال الملح. كناخدو في كاسرونة كنديرو فيها الحليب. نعم. تيتنفى شوية وكنديرو عليه واحد ربعة المعالق ديال سنيدة. كنزيدو مع ديك الخميره معجونه وكنخليو واحد المده 15 دقيقه. نعم. كيرتاح. ومن بعد كنجيبو الطحين ديالنا كنرملوه مع ديك الزبده. كنديرو معاه الخماره والملحه. طيب. وكنديرو مع ديك القشور الحامضه. نعم. ومن بعد ملي كيكون خمرتنا ديك الخميره. كنديرو ديك البيضه وكنزيدو ديك الخليط مع الطحين كنقلكمو مزيان مزيان. واخا كيتجمعو كل العناصر مع بعضها. كل شيء واخا يولي جاري ما كنخليوهم مزيان هكا تبي يخمر دوك واحد ساعه ولا ساعه ونص شحال ما خليتي حتى يضاعف الحجم ديالو. بعد كتسرحيه بالبلاك وواحد شويه ديال الطحين وكدردريهم فوق منو ديك السنيده اللي تجمع اللي بقاو وكندردرو عليه داك اللوز والقرقع والزبيب. القرقع والزبيب. طيب. وكتلف فيه رولي مزيان وعاوتاني كتقطعي دوائر صغار. نعم، يعني كنكونو سرحناه والوجه ديالو كنلبسو ديك السنيده وداك الزبيب والقرقع كنروليو ومن بعد عاد كنقطعو بحال شنك. بحال شنك. من بعد كتبسطيها شويه بيديك. نعم. كديري شي لاطا تكون مدهونه. مدهونه. وكتخلي حتى تيخمر. عاود كيخمر للمره الثانيه. المره الثانيه تيخمر مزيان وتعاودي طيبيه في الفران. ملي كتخرجيه اما كدهنيه بناطاج ولا بالعسل واش ما بغيتي من فوق الوجه ديالو. نعم. وصافي قدموا بصحة وراحة. قدموا بصحة وراحة. تبارك الله عليك صوفيا، ما عندي ما نقول. تبارك الله عليك. شكرا.